مستمعينا ومستمعات ديالنا دائما على إذاعة أم فام وفي برنامج لالا فاطمة وباقين في الحداقة والتاويل. معانا اليوم الشيف رضوان، الشيف رضوان اللي ما كيبخلش علينا بالأطباق ديالو، كذلك بالمعجنات ديالو وبالخبيزات. ودرنا ذاك النهار الخميرة البلدية كيفاش نصنعوها. اليوم دالينا مفاجآت مع لالياتي الحادقات والمستمعات اللي بزاف الأسئلة طرحوا عليه. سي رضوان صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير لاله، كي داير؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. كي داير انت؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، بارك الله فيك ومرحبا بالمستمعين الكرام وشكرا على الاستضافه من جديد. شكرا لك السير رضوان. الشيف رضوان هو خبير في المعجنات، عنده سنين في الخبره وكذلك تقري في المعاهد ديال الطبخ. شكرا لك السير رضوان انك غادي تقاسم معنا التجارب ديالك. واليوم شنو محضر لنا؟ مرحبا. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم، كنتوا في واحد الحلقه طلبتوا مني الخبز بالحليب وراني وجدته لكم. اييه، الخبز الحليب اللي كيكون أيه. المذاق ديالو روعه. مرحبا. غادي نقدم لكم بان اولي اولا الخبز بالحليب. عنده واحد جوج طرق مختلفه، انا غادي نعطيكم هاد جوج طرق ومن بعد غادي ندوزوا المقادير. الطريقه الاولى يا اما كنعجنوا بالحليب بودره وكنعجنوا بالماء، يا اما كنعجنوا بالحليب مباشره سائل. اييه، اللي عنده متوفر في الدار يديرها، يعني اللي عنده الحليب بودره يدير الحليب بودره، اللي عنده الحليب اللي سائل يدير حليب سائل. حنايا كنبغيو غير الحاجه السهله للمستمعات ديالنا. داكشي اللي كاين. غندوزو المقادير ان شاء الله وكل شيء يكون حاضر معنا ان شاء الله. ان شاء الله. ندوزو المقادير السي رضوان. صافي على بركه الله. نبداو بسم الله. غادي نحتاجو دقيق الحلويات كيلوغرام. يعني الدقيق ديال الحلويات، الدقيق اللي خاص بالحلويات، نحتاجو واحد الكيلو. اييه. غادي نحتاجو 600 غرام ديال الماء. 600 غرام ديال الماء، شحال كتعطينا تقريبا ديال القدر ديال الكاس الا بغينا نعبروا به؟ ديال الكاس من الاحسن اننا نعبروا بالماء، وكاينين متوفرين الكيسان اللي كيعطيو المقدار ديال السوائل. يعني حاليا الحمد لله الادوات اللوازم ديال كاين غير كيسان ديال البلاستيك تلقى فيه هاد العبار، كتلقى فيه يعني كلشي متوفر الحمد لله. باش نتجاوزوا المرحله ديال اننا نقدروا، من الاحسن نضبطوا العبارات ديالنا. واصلا ملي كنضبطوا العبار يعني الحاجه كتخرج على حقها وطريقها، ملي كنزيدوا شي حاجه الملحه غادي نحتاجوا 18 غرام. 18 غرام تاع الملحه. 30 غرام تاع الخميره. 30 غرام تاع الخميره. وغادي نديرو بودره الحليب 60 غرام. بودره ديال الحليب 60 غرام. كيف ما قلنا في الاول، الا بغينا نزولو بودره الحليب 60 غرام كنديرو 600 غرام ديال الحليب عوض 600 غرام ديال الماء. يعني نحيدو الماء ونديرو الحليب. السكر نحتاجو 120 غرام. 120 غرام تاع السكر. والزبده كنحتاجو 250 غرام، ما كنعجنوهاش من الاول، كنخليوها حتى لاخر العجين. ايه، 250 غرام تاع الزبده حتى هي. هادو هما المقادير ديالنا. كنديروا المقادير كلهم يعني من الوهله الاولى كنعجنوهم، الا الزبده كما قلنا كنخليوها هي الاخيره. نديروا الملحه ونديروا الملحه والخميره والطحين والسكر والحليب والسكر وكنعجنوهم مزيان، وكنخليو الزبده تكون يعني تكون هي الاخرى. اي، تكون زي هي الاخرى وتكون يعني رطبه قمض. حراره المطبخ اللي كنخليوهاش ما ناخذوهاش قاصحه، ناخذو ما نخليوهاش قاصحه، كنخليوها يعني تكون رطبه بحال هكا في حراره المطبخ. وملي كنعجنوا العجينه ديالنا كنعجنوها مزيان حتى كنحسوا بها ان تتلكات مزيان وتعجنات، كنضيفوا الزبده شويه بشويه، ندخلوها باش ان ديك العجينه كتبقى ميدمه وما كتضيعش لينا الزبده، كتبقى محافظه على ديك الماتير غاز ديالها. من بعد تنعجنوا العجينه ونضيفوا لها الزبده ونزيدوا لها عجنه اخرى. عاد كنبداو ندخلوا لي هذيك يعني ديك الزبده اللي كندخلو، يعني كنبداو ندخلوها غير بشويه يعني بعد ديالنا كنحاول بعد ديال يدينا كنحاولوا ندخلوا لها الزبده حتى كتنسجم مع العجين. كنخليوها ترتاح في حراره المطبخ لمده ساعه من الوقت. ساعه. ومن بعد كنحاولوا نخرجوا منها الهواء بصبيعاتنا، كنديكازيوها وكنقطوها على شكل كويرات صغارين. هاد الكويرات الصغارين كنخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق غير باش انهم يكونوا ساهلين لنا اننا نشكلوهم. وكنشكلوهم بحال شكل بحال على شكل سندويشات صغار. ايه، بحال قلنا نص باريزيانه ولا ربع باريزيانه، تتكون سندويشات صغار بحال هكا، وكنخليوهم يخمروا. يعني بحال كنحربلوهم السي رضوان باش يعطونا داك الشكل. اييه، بهذا الوصف هذا. كنخليوهم يخمروا حتى كيوصلوا يتضاعف الحجم ديالهم تقريبا واحد الساعه ديال الوقت. وديك الساعه كندهنوهم بالبيض من الفوق. بالبيض من الفوق.
قبل ما كندهنهم بالبيض باش يعطيونا داك الساعات الاولى يخمر فيها وساعة الثانيه عاد يرتاح كيخمر من بعد التشكيل. كنديروا لهم داك البيض باش يعطينا داك اللون الذهبي وكنحاولوا نزوقوهم يا اما بالسكر حبوب ولا كنزوقوهم باش ما بغينا ولا كنخليوهم سامبل بحال ما هما كاينين وكندخلهم لحراره الفرن 180 درجه لمده 12 دقيقه. 12 دقيقه يعني في ساعه كيطيبوا كيجيو هشاش بداك الحليب كيجيو هشاش كيجيو هشاش ودغيا كيدوبوا في الفم. ما تسخيش تاكليهم غير بوحدهم ما تدهني فيهم والو. لا زوينه هذه الوصفه ان شاء الله وغادي تعجبكم. تبارك الله عليك. يعني كما قلنا نعاودوا نذكروا المسميات وكيف ما كتشادوا راه هي ساهله ماهله يعني ما فيهاش حتى سماعه بزاف. نعاود مع المستمعات ديالنا اللي كيسمعونا اننا كنحتاجوا كيلو ديال الدقيق ديال الحلويات، كنحتاجوا 600 غرام ديال الماء ولا الحليب، الحليب الا بغينا نديرو سائل، كنحتاجوا قلنا 16 غرام ديال الملحه ولا 18 غرام ديال الملحه، 250 غرام ديال الزبده، كنحتاجوا شحال قلنا ديال الخميره 30 غرام وسكر 120 غرام. كنخلطوا المقادير كامله اللي عندنا. الزبده كنخليوها هي الاخرى، كنخليو العجينه ترتاح ساعه ومن بعد كنشكلوها على شكل كويرات صغار ونحربلوها على شكل الخبز ديال الساندويتش صغير ونخليوه ترتاح ساعه وندخلوه ندهنوه بالبيض وندخلوها الفران، اما ندردرو عليه السكر ولا الجلجلان ولا اللي بغينا. كيبقى الاختيار لكم المستمعين ديالنا. تبارك الله عليك السي رضوان، عندك شي طبق ثاني؟ مرحبا موجود لخير. سير دوان دائما ما كيبخلش علينا مرحبا وما كرهناش ان المره الماجيه يشاركوا معنا المستمعين ويشاركوا معنا الاطباق اللي بغاو اننا نوجدوا عليهم، حيت بزاف المستمعين كيصيفطونا لي زوديو واتساب ديالهم وكيقولوا لينا سير دوان بغينا الخبز الفلان فلاني، بغينا الخبز اللي بالزرارع، بغينا الخبز بالخميره البلديه. حنا ما كرهناش التفاعل ديال المستمعين يتفاعلوا معنا ويشاركوا بالوصفات اللي تلقاو فيها صعوبات او الاشياء اللي كتكون يعني معقده في حياتهم ما كتبغيش تصدق لهم، حنا غادي نلقاو لها الحل ان شاء الله. صافي ها انتم لليتي الحد كتسر دوان قال افتح لكم الباب انكم عندكم اي تساؤل تقدروا تصيفطوا لنا لي زوديو واتساب على 0696 18 13 24 ولا تقدروا تعيطوا لنا على الهاتف على 05 39 30 30 00. شنو المكون الثاني، شنو هي الشهيوه الثانيه سير دوان؟ واحد الشيوه الثانيه كيحتاجوها العيالات بزاف لوليداتهم اللي تيقلبوا يشريوها وماشي كلشي متوفر عليها ولا في جميع المحلات متوفر هذه الوصفه هذه اللي هي باندومي او خبز البابا. باندومي وتيكون زوين في الفطور مثلا تيديروا ساندويتشات لوليداتهم وكيدهنوهم. دابا معظم الاسر المغربيه مابقاش تتستغنى على هاد باندومي، كتجي دغيا ساهله كدير الطوست دغيا وكتعدد الاستعمالات ديالو. نعم شنو هما المكونات وطريقه التحضير؟ ودابا حتى هاد غنحتاجوا ليه واحد الانيه ديال الطبخ ديالو اللي كتكون بحال المول ديال الكيك، ودابا حاليا متوفره بجميع المحلات اللي تيبيعوا ادوات الحلويات. كنشريو داك المول اللي داير بحال ديال الكيك غير هو غير هو الفرق ديالو ما بين ديال الكيك، هذا المول هذا تكون عنده واحد الغطايه من الفوق كيتغطى كيتغطى من الفوق باش ما يخرجش لينا الخبز ديالنا ويبقى هكاك مشكل على الشكل ديال متوازي المستطيلات. غنحتاجوا ليه الدقيق ديال الخبز 500 غرام ديال الدقيق ديال الخبز و 500 غرام ديال دقيق الحلويات. 500 غرام ديال الدقيق ديال الحلويات كنخلطوهم بجوج. كنحتاجوا الماء 600 غرام، 600 غرام ديال الماء، 18 غرام ديال الملحه، 18 غرام ديال الملحه، 30 غرام ديال الخميره، 30 غرام ديال الخميره، وبودر لي 30 غرام الى الحليب بودره ديال الحليب. دابا سي رضوان لاحظت انه ملي كتعطينا المقادير انه كيلو ديال الدقيق سواء كان ديال الحلويات ولا كان مخلط كدير فيه 30 غرام ديال الخميره أيه. و 18 غرام ديال الملحه يعني كيلو ديال الدقيق كيكون شي حنا الاغلبيه كيديروا 20 غرام ديال الملحه ولكن حنا كنحاولوا نقصوا الملحه شويه 18 غرام 17 غرام باش نتفاداو ديك الناس اللي عندها عاوتاني الملحه، الناس اللي ما عندها طونسيون. هو اصلا منظمه الصحه العالميه بالنسبه للعجائن كتنصح 17 غرام ديال الملحه 18 غرام الكيلو واحد ديال الملحه. يعني نقدروا نقولوا سي رضوان ملعقه متوسطه ديال الملحه هي ملعقه متوسطه وماشي الزاميه 18 غرام، الانسان راه كيمشي على حساب الطوق ديالو هو وشنو كاين. ولكن 30 غرام ديال الخميره ضروريه في كيلو ديال الدقيق. 30 غرام على حسب كتختار 30 غرام يعني بالنسبه للوصفه كاينين الوصفات اللي كتحتاج الخميره كاينين اللي ما كتحتاجش الخميره على حسب واحد المعلومه هو السكر. السكر هو كيتضاد مع الملح، الا كان السكر كثير بزاف
مع الخميره عفوا، الا كان السكر كثير بزاف ما كيخماش لينا الوصفه باغيه. الا كان السكر كيتكسد معاه وما كتعطيناش داك المفعول ديالها باش كتخمر. الا كان السكر قليل كتخمر لينا الوصفه ديالنا بسرعه. ندوزو دابا باقي ما كملناش واقيلا المقادير ما كملناش. وصلنا للبودره ديال الحليب، بودرة الحليب 30 غرام والسكر 30 غرام حتى هو، هذا ناقص السكر بحال مقارنه مع مع الخبز الحليب، هذا كذلك 30 غرام، والزبده فيه 60 غرام. حتى الزبده كنحتاجو 60 غرام. كنخلطوا العجينه ديالنا، المقادير كلهم كنعجنوهم دائما، كنخليو الزبده هي الاخيره. كنخليو الزبده هي الاخرى. وبالنسبه الا كان النساء مثلا، الا كانت عندهم مثلا صعوبه انهم يدخلوا هذه الزبده من الاخير، ماشي مشكل. بالنسبه للبندومي ماشي مشكل، يعجنوها من الاول لانها اصلا النسبه ديالها قليله، 60 غرام يعجنوها من الاول، 60 غرام ماشي بحال 250 غرام ديال الخبز ديال الحليب. كنخلطوا المقادير ديالنا كاملين وكنخليوه يرتاح ما بين 45 دقيقه حتى لساعه ديال المكانه. ما بين 45 حتى لساعه ديال المكانه. كنخليوه يرتاح حراره المطبخ. من بعد كنحاولوا نديغازيو وكنخرج منه الهواء بطبيعتنا، وكنقطعوه على حسب الليمون اللي عندنا. كنقطعوا تقريبا 300 غرام في حنا وعندنا واحد التقنيه، انا نعطيها التقنيه نعطيها حتى للمستمعين باش كنعرفوا مثلا في الليمون حيت تيكون بعض المرات توك ليمون ديال الفندومي ماشي متساويين، كاين الكبير وكاين الصغير. الطريقه باش كنحسبوها حنايا، كناخذ داك المول ديال الفندومي كنعمروه بالماء، كندير كنعمروا بالماء باش نعرفوا شحال الوزن ديال الماء اللي كيهز. على سبيل المثال الا هز لينا داك المول 900 غرام ديال الماء، كنعرفوا باللي راه الثلث ديالو اللي خصو يكون فيه ديال العجين، يعني 300 غرام ديال العجين. الا هزنا 900 خاص يكون فيه الثلث ديالو هو اللي 300. هذه هي التقنيه باش كنعرفوا القياس ديالنا، حيت الا عاوتاني درنا العجينه قليله والمول كبير ما غاديش يطلع لينا العجين وما غاديش يتشكل كيف ما بغينا. ونفس الشيء الا كان عاوتاني العجين كثير راه غادي يفيض لينا من المول. كنعاودوا نرحبوا بكم مستمعينا ومستمعات ديالنا دائما على اذاعه ام اف ام وفي برنامج لاله فاطمه، وباقي في الشيوات مع الشيف رضوان اللي كيعطينا دابا، عطانا المقادير ديال باندومي وعطانا واحد السر مهم باش ينجح لنا باندومي ديالنا، خصو نعرفوا الحجم ديال المول اللي غادي نديروا فيه. ياك السي رضوان. تكون العجينه ديالنا كتشكل الوزن ديالها الثلث ديال الكتله اللي كيستحملها المول. يعني كنديروا فيه الثلث ديال الحجم ديالو اللي كيستحمل كيوزن، ونديروا فيه الثلث ديال العجين. قلنا غادي نديروا هاد العباره هذا تقريبا واحد 300 غرام ديال العجينه انا كمثال، وكنديروها في هذا المول كنخليوه يخمر. كنخليوه يخمر لمده ساعه ديال المكانه. وملي كيخمر هو الطياب ديالو تيكون شويه تيدي الوقت تقريبا 30 دقيقه في درجه الحراره ديال 200 درجه. يعني نخليوه نص ساعه. نص ساعه يطيب مزيان، حيت هو حجم كبير وفيه داك المول، يعني كيحتاج الطبخ مزيان. 30 دقيقه في درجه الحراره 200. وواحد المساله غير كنطيبوه كنحاولوا اننا نزولوه من المول ديالو نحطوه فوق من شي كريه باش انه ما يعرقش لينا. وها هو موجود، ومن بعد كنخليوه حتى كيبرد على خاطره، وكنقطعوه بواحد النص منشار اللي يكون على حسب الحجم اللي بغينا حنايا. يعطيك الصحة السي رضوان. كان كيبان لينا صعيب، ولكن معاك ومع المكونات وطريقة التحضير ولات تيبان لينا ساهل. اي لالة اي سيدة تقدر تعدلو، دونك ساهل بزاف بلا ما زعما يهزو ليه الدبيلة، راه صعيب. هو ساهل وفي ساع وخا الطياب ديالو 30 دقيقة يعني نص ساعة، وإلا أنه أي وحدة تقدر ديرو. اي وحده تقدر ديرو اي حاجه ان شاء الله. صعيبه على المستمعين ديالنا ملي كيتصلوا بكم اذا هذه الايام بالحضره ديالي، ان شاء الله غادي تسهل عليهم باذن الله تعالى. بارك الله فيك السي رضوان. السي رضوان رحال، هادشي ما كيخفاش عليك حيت التجربه ديال 12 عام ما يزيد عن 12 عام، وكما قالت سميره انه استاذ ومدرس في المعاهد ديال التكوين المهني والمدارس الخاصه. تبارك الله عليك صراحه، الاطباق ديالك ولا الخبز نقدروا نقولوا التخصص ديالك ديال الخبز والمعجنات كلها كيستافدوا منها المستمعات، وكنستافدوا منها حتى حنا كنكونوا كنديروا اخطاء ما كنعرفوش ان
انا العبار ولا مش حال من حاجه يلي غضيع لنا الخبز ولا غضيع لنا الوصفه ديالتنا، ولكن معاك وليتي كتضوي لنا على هذا المجال ديال الخبز وكتعطينا الاسرار. شكرا لك بزاف السي رضوان، وكنتمنوا لك الشفاء العاجل ان شاء الله ومسيره موفقه ان شاء الله في العمل ديالك. حتى الحلقه ان شاء الله اخرى ونشوفوا السيدات ولا ليات الحد كشنو بغاو. شكرا لك، مرحبا، شكرا.